نعرفش حاسين هو تحية لايكا لأن ننقدوها نتعاقبوا بعد جمع به مش مشكلة مش مشكلة لحظة تغش اختنا بالله اختنا يا ودي نسكو سيادة الرئيس الراعي الرسمي للإعلام والإعلامي والراعي الرسمي للرياضة والهيكا يعطيهم الصحة واخذوا معكم الرئيس يلا معكم احكي لنا على الحب يا ربي باش اسمها الفقرة نتفرج أما دونك في التيم في نتفرج أما بيان سور مش نحكيو على حاجة أخرى باش نحكيو على الحب اخترت لكم زوز تصريحات تقالت في الويكاند تصريحات التسريحه هذه كم تعشر علي بليل عايش خويا على شكل عذيب معاك نكمل ليه مختار التليلي وتصريح اخر نسمه شنو قالوا عبير موسي عبير موسي مش نعشقها كما اعشق الله عز وجل نفس العشق نفس العشق قريب تعبدها معنا اي على خاطر راجل وهي ما راجل وهي مرأة راجل وهي ما قلت راجل حتى باش لاغمها باش لاغمها اي هي تو عندها 10 سنين ما خرجتش من المسار نتاعها وما قلبتش الفيستا وما تبعتش وما فركستش المناصب وما فركستش الامتيازات وكلات طريحة وما سلمتش وحد ما خذلها حقها المفروض سيدة رئيس هذوما في الحملة متاعك سيدة رئيس هذوما اللي ضرب عبير موسي ما ضرب ما اخطانا من عبير موسي يزمو يتوقف ويزمو يتحاسب عشق وكما اشق الله كلمه قويه شوي واعي بها واخترت ليلي اي بس واعي بها واعي بها بس ومتاكد عمي فاني سناش واعي ما انا في غيبوبه انا توا ما غنوش هنا لولا نفديه بدمي هذاك بوي ما جابنيش وهذاك امي ما جابتنيش محبه خالصه لوجه الله واللي عنده ريح يدري عشره واللي ما عندوش منين يشرب يشرب من الرقاره افهموها ما خلوش الغنوش يخدم لانه ما شاء الله عنده سيستم مش ينقذ به تونس ويرتقي بتونس ويلحق تونس ممكن تصريحات حب سياسي لا عجبتني ذاك باي وذاك امي وذاك باي وذاك امي باي هما مشوفين لا انا على السيستم قداش يشد باش يخدم ما فهمتوش ما انا قداش يقعد ما انا كان 10 سنين تتكدك تمشي هي نفسها هي مسكينه عندها الدوزه زايده فهمت الحب الغنوشي هبطت امس فيك ميسي القاعده العشوائيه فهمتني جايب بوزيدي كالعاده رمي روح في وسطه فهمتني رمي روح في وسطه طلعت له هي قالت وين هو الغنوشي والكتب نتاعه وتخدم بها تركيا خزر قال له تركيا راهي مطبعه مع اسرائيل لا كنت ويدي في بليش بها ما نوف فما نوع جديد تحب خرج تحب الرقاره هذا مستمع الوفي فادي قال فك علينا من لايكا لا يخطيو ديوان كيفاش باع في جزبار عمره 16 سنه للكاميرون بعد عمره 16 يشوف لغبي بعد 40 عنده حرف الكاميرون مش انا من عنده الحق قال لك ما ثما شيء يلا نمشيو الفيديو بلال دونك كان الفيديو نتاعي وهو مذيع مغربي عرف لنا سان فالونتان بطريقه جميله جدا واللي هو احسن حاجه ما نجم تفسير بحلول الرابع عشر من كولان الاول يحتفل العشاق بعيد سان فالونتان او عيد بضاد وتختلف اساليب التعبير فيه من شوكولاته وورد وقرنفل احمر واصفر فمنهم من يقول جديم ومنهم من يصيح ايش لبيديش واخر يهمس تكييرو وتبقى العباره الاكثر رواجا في هذه المناسبه هي عباره اي ليفيو او كما يحلو لاصدقائنا في الخليج ان يصيحوا بحبتش كما تتفاوت سمه الهدية كل على حسب ها الذي يقدم سيارة كات كات وها الذي يكتفي بإرسال ميساج هابي سان فالونتان أما من كان على قد الحال فإنه يكتفي ببيب معناه إنك على بالي ومهما كان حجم الهدية فإن المهم هو لوجيست وقد صدق من قال أم الكوتشي بدا يرشي عادي ما تنعلق عليك الأوليد ما تبدوش هو الفيديوهات لا يظهر لي الديسك دير حبيب حط لنا فيديو اللي يقصده سيد المخرج والله بيتكلم في الميكرو سيد المخرج عبره فيديو عجب هو شنو الفيديو احكي لنا ليه رباب لو تعملها في سير الايام ما يسال في عيد الحب رباب نبعث لك فيديو تايشي لا شنو لا ما فهميش فيديو بالحق سي الحبيب ما فهميش فيديو يغادر البلاتو فورا نمشيو لوليد لوطان يعاود ابعث الفيديو نتاعك فوالا